انا نفسي اعرف ليه. والله ليه يا اخوان ليه؟ ويا هلا والله، حياكم الله في قناه النيو الطخم. رجعنا لكم بتحدي جديد. كسر الحديد. اليوم راح نسوي لكم تحدي. تحدي المطاعم. ايش تحدي المطاعم؟ تحدي المطاعم. اوكي يا زيزو، راح نسوي تحدي المطاعم بس بهي الطريقه. الطازج. كيف الطازج؟ ابغى اكل في الطازج. تحدي اليوم راح يكون على طريقه التيك توك يا حبيبي. راح نفك بث مع المتابعين وهم اللي راح يحددوا المطعم وايش ناكل كمان. انت جاهز؟ المتابعين راح يحددوا اكلك. ايوه. طيب يا جماعة الخير، الله يستر المتابعين ما يجحفلونا. طبعا يا جماعة الخير دحين راح نفك بث في التيك توك، اصلا احنا فاكين بث اوريدي وهم يتابعونا الان، فاللي ما ضافنا تيك توك يروح يضيف، لان الفترة هذه قاعدين نفك بثوث، نتكلم مع المتابعين وقاعدين ناخذ افكارهم ونشوف اعجابهم للحلقات، ايش اللي يرضيهم وايش اللي ما يرضيهم. طبعا يا جماعة الخير دحين راح نشوف المتابعين هم اللي راح يحددوا اكلنا، يعني راح يقولوا لنا فين نروح المطعم وايش نطلب. يعني ممكن يجحفلوني، ممكن يقولوا لي ما تطلب شيء، او ممكن يخلوني اكل وجبة اطفال زي فايز. وقبل ما نفك بث المتابعين، اللي ما شاف الاحتفالية حقت الميتين ألف يروح يشوفها. انت جاهز الحين المتابعين راح يحددوا اكلنا؟ جاهز؟ ايوه. راضي باللي يقولوا لنا عليه؟ ايوه. ترى ممكن يجحفلونا. خليهم يجحفلونا. حيو حيو يا متابعين، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح نسوي التحدي معاكم، زي ما قلت لكم راح تحددوا لنا مطاعم عالميه وراح نروح لها وتحددوا اكلنا انا والاسطوره فايز. فايز جنبي طبعا بس ممنوع يظهر هنا كاميرا التيك توك. تمام، جاهز يا زيزو؟ المتابعين راح يحددوا اكلنا. ايوه بس هم ممكن يجحفلونا، انا مالي صلاح، حنلتزم حسب شروط التحدي. يا سلام عليك. انا حاكل معاك. ايوه راح تاكل يا صاحبي، راح تاكل وانا اكل، نشوف ايش يحددوا. ممكن يقولوا لي انا ما اكل بس انت تاكل، على حسب، هم اللي يحددوا المتابعين. تمام، يلا يا متابعين راح ناخذ اول طلب وراح نشوف مين سعيد الحظ هذا. خلينا ناخذ عبد الله. يلا يا عبد الله، اتصلنا على عبد الله دحين في البث. حيو حيو عبود، شلونك؟ الحمد لله، انت دحين على الهواء مباشره في حلقتنا. انا ترى من ضمن المتابعين، ترى دائما اتابعكم حبيبي، تشرفني. اليوم التحدي مع المتابعين يحددوا اكلنا. نروح شاورما وصوص. فايز ايش يطلب؟ ازين وجبة يعني جديدة. ازين وجبة جديدة، اخر وجبة نزلت في شاورما وصوص استبنة. فايز راح تطلب استبنة. طيب والرجل الضخم ايش راح يطلب؟ مثلك بس تصير حارة مرة. نفس طلب فايز بس سبايسي. ايه بتصير سبايسي. يا سلام. طيب استاذ عبد الله ايش عشان اذكر اسمك في الحلقة؟ عبد الله ايش؟ السلطان. طيب عبد الله السلطان، يعطيك الف عافيه استاذ عبد الله. دحين راح نروح على شاورما وصوص وراح تشوفها في الحلقه ان شاء الله، راح نطلب زي ما انت قلت لنا. تحيه لك استاذ عبد الله السلطان، ودينا على شاورما وصوص يا معلم. ترتا، وهذا طلب زيزو للسبن العادي يا حبيبي عليك، وهذا السبن الحراق حقي. شوفوا الفرق، فايز صوص ابيض وانا صوص حراق. نجرب واقول لكم. سلام، نحط عليه ثوم حار كمان زياده عشان يقول لك ايش، ما سوى نفس الطلب. يا ساتر، نزل الثوم الحار يا معلم. نجرب نقول بسم الله. هذا حار يا بابا. انت تحبه؟ والله انا مو مسؤول يا اخوان، انا اللي يطلب ولدي والله اعطي له اياه. طلب صوص حار. هذا التوم الحار، يلا غمس هنا، يلا. غمس، يا سلام. يا حبيبي، تعال تعال تعال، قرب قرب، ايوه. حار. ايش ايش؟ حار. ايش تبغى؟ مويا. والله ما حد قال لك يا اخي، انت مو قلت هذا حار يا اخي. اكل صوص حار وطرد اخونا في الله. الطريقة الثانية للبطاطس، تاخذ لك حبة بطاطس كذا، استنى، ايش؟ حبة بطاطس كذا، تحط عليها ايش؟ ثوم حار. بارد، معلش. تخش على الثوم الحار الجهه الثانيه كذا، يصير معاك ايش؟ ميكس، وتقول بسم الله. ورب يفوز كذا. انا قلت الحمد لله، وودينا على السياره يا معلم. يلا يا زيزو، كيف الاستبنه؟ حلوه. عجبتك؟ ايوه. يا سلام. طيب دحين الجوله الثانيه، فين تبغى تروح؟
الطازج لما قلت نص ساعه تقول الطازج يلا طيب دحين ما هو على كيفك دحين اصلا المتابعين هم اللي راح يحددوا راح نتصل في البث ونشوف مين سعيد الحظ اللي راح يحدد لنا الوجبه. حيوا يا متابعين كيف حالكم طيبين؟ تحدينا اليوم زي ما انتم عارفين الجوله الثانيه دحين انت اللي تحددوا وجباتنا. اللي يبغى اسمه يظهر في الحلقه يكتب اسمه دحين يلا اكتب اسمه يلا محمد ثامر باسم سالم تحيه لكم كلكم. يلا خلينا دحين ناخذ اتصال ونشوف مين اللي حيحدد الوجبه مين حدد لنا المطعم والوجبه. يلا حيو سالم أنا. انت على الهواء مباشره دحين وقاعدين نصور احنا تمام. روح الطازج يا سلام حنروح الطازج يس اوكي. ايش حيطلب فايز؟ ايش دخلني انا طب اكل كريسبي رول صغير يا اخي ليه يا اخي ليه يا اخي انت يا اخي والله ما يصير يا اخي. يعطيك العافيه قمر يعطيك الف عافيه. اسمك الكريم؟ سالم. تحيه لسالم ودحين الجوله الثانيه سالم حدد ان احنا نروح الطازج واطلب كريسبي رول حق الاطفال وانا راح اخذ زيه. حرامات. يعطيك العافيه سالم تحيه لك يا قمر وودينا على الجوله الثانيه يا معلم. طبعا وصلنا الطازج ويلا على الطازج يا معلم انا راح اطلب شو ما قالوا يا اخي خلينا ناكل كريسبي برجر يا اخي ولا شيء طعم كذا رول دجاج حسب شروط ما تاكل حسب شروط التحدي ما اكل الا وجبه الاطفال زي ما قالوا اخ يا ولدي يلا 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 خش على الطازج يلا ترى وصلنا الطازج وهذه وجبه الاطفال يا معلم جاء معاها واحد عصير وجاء معاها البوكس الفخم هذا على وجبه الاطفال وهذه اللعبه اللي انا حاخذها ليش ها اسمع نتفق اقول لك شيء نتفق انا وجبه الاطفال انا اخذ اللعبه وانت تاخذ العصير وهذا النص بالنص ايش رايك؟ لا ليه؟ هو مستعد يتنازل على الاكل ومستعد يتنازل عن كل شيء الا اللعبه انا عارف. طب اسمع ممكن طلب نخليها على جنب هنا قدام المتابعين هنا وهم يكتبوا في الكومنتات مين اللي ياخذ اللعبه فايز ولا الرجل الضخم اوكي. ودحين ايش خليها على جنب هنا خليها على جنب هنا بعيد. دحين نفك البوكس الفخم يا سلام هذا البوكس نشوف جوته يا حبيبي البطاطس بتحط عليها كاتشب انا عارف صح ننزله كذا على الجنب تجيب الصوص يا معلم كاتشب بعد ما تجمع معانا البطاطس كذا ترش عليه الكاتشب يا حبيبي يا ربي وبعدها ايش تسوي ترجعه هنا في الكيس تاخذ منه شويه ترجعه على الكيس ثاني السلام وتجيب حبه النقد تقسمها بالنص وتحطها مع البطاطس اوكي خليها كذا وترج تخلي اللي في الجنب على اليسار واللي فوق تحت يلا وبعدها ترجعها هنا يا حبيبي يلا فايز دوب خذ حبه البطاطس دوب شايفين قلت لكم ما راح ياكل ابا عصير يلا خذ العصير وهذه وجبه الاطفال انا نفسي اعرف المتابعين ليش قلتوا لي اخذ وجبه الاطفال لان ايش سويت انا تعرفون انا حق كميات وحق طامجة وتحديات سرعه ليه سويتوا فيها كذا رب الكعبه مقرمشه اسمع لي الصوت يا معلم ربي قرمشه طب اسمع انت اخذت العصير اللعبه عندي اوكي ليه الله يسامحكم المتابعين ما كان خلدوني اطلب وجبه كبيره. طيب يا زيزو الجوله الثالثه فين تبغى تروح ولا خلاص خلي المتابعين يحددوا احنا ما نصلح يلا حناخذ اتصال للجوله الثالثه ونشوف فين حنروح يلا يا سلام مين استنى حناخذ مين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا قمر عندنا الحين تحدي في على القناه على طول المتابعين يحددوا المطعم وايش الوجبه. كنتاكي يا سلام. ايش اطلب فايز وانا ايش اطلب وجبه اطفال. انا اطلب وجبه اطفال. ايوه جعفلنا يا جماعة الخير. طيب وفايز وفايز وجبة أطفال يا الله على كنتاكي وديني يا معلم. تمام يعطيك العافية قمر. كنتاكي يا سلام. أيوة أنا أطلب وجبة أطفال جاي نحدد المطبعين. تعال معي. يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبا واحد وجبة أطفال في مساحة في سندويش في مساحة وفي سندويش نبغى مساحة مشروب في عصير برتقال في عصير موهيتو عصير برتقال عصير برتقال مع وجبه 5 نص ريال زياده. اوكي شكرا يا قمر. كذا طلبنا صار جاهز من كنتاكي وجبه الاطفال. يا سلام هذا البطاطس اول شيء. اوه يا زيزو ايش في جوا؟ قطع المسحب. يا سلام خذ ما تبغى؟ زيزو يبغى عصير. بسم الله. طبعا زيزو ما راح ياكل زي ما انتم عارفين بعد السبنه الولد تعطل. قول بسم الله.
طعمه؟ ايوه ذوق. الله يا قرمش. يا سلام والله قرمش يا اخوان. بس انت اللي خليتوني اطلب وجبه اطفال؟ لي حساب معكم انا اوريكم. يرضيكم بالله؟ رجل ضخم وتمارين وكميات، ليه وجبه اطفال؟ هذه قطعة الكوكيز، يا سلام، نحطها بالنص. شوف قطع الشوكولاتة اللي فيها الهيرشي، يا سلام، تفضل. والله شكرا. وربي شكرا. وبكذا دن. فايز وين راح؟ فايز؟ فايز؟ فايز شو فعله؟ فايز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايش طلعك هنا أنت؟ ها؟ اوريك انا. طيب يا فايز، باقي اخر جوله اللي هي الجوله الرابعه. يا هلا والله. هلا هلا. انت الحين على الحلقه مباشره، فين تبان نروح الجوله الرابعه؟ وايش يطلب فايز وانا ايش اطلب؟ ماك. ماك اوكي، ايش نطلب من ماك؟ وجبه اطفال الاثنين. ليش 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 يا متابعين ليش كذا؟ انا سويت لكم انا ليش وجبه اطفال الثلاث دحين؟ يا يعطيك العافية يا قمر. ايش اسمك يا قمر؟ احمد. يعطيك العافية يا احمد، الله يسعدك، مع السلامة. احمد جحفنا ماك ووجبة اطفال كمان وكنتاكي ووجبة اطفال. ليش ليش تعرف انا ليش ليش كذا احمد؟ ايش سويت لكم انا؟ ايش سويت انا؟ ليش وجبة اطفال ووجبة اطفال؟ انا حزين والله. هذا تحدي متابعين، مو تحدي متابعين تيك توك، هذا اجرب جميع وجبات الاطفال. دخلنا على ما دخلنا. السلام عليكم. حياك، عليكم السلام. اعطيني وجبه اطفال. ايوه. دجاج ولا نقل؟ نقل. يا سلام، يعطيك العافيه يا قمر. الله يعافيك. طبعا الحين طلبنا وجبه الاطفال، ننتظر الطلب يجي. يلا طب شيل يدك الطلب يجي. يا ولد ايش الحركه دي الفخمه يا فايز؟ الحركه دي. يا سلام، يلا فك العصير، فك وجبة الأطفال. طبعا طلبنا واحدة زي ما انتم عارفين لأنه فايز برضو ما راح ياكل. يا سلام. لعبة. انت هم أما عنده لعبة الأطفال. شوف. وطبعا أربع قطع نقت كمان. أنا نفسي أعرف ليه، والله ليه يا أخوان ليه؟ كلكم وجبة أطفال وجبة أطفال ليه؟ أنا أول مرة وآخر مرة أسوي التحدي هذا. والله وجبة أطفال طعمة. اديني عصير شوف ما. هيا بابا كل دجاج. طبعا زي ما انتم عارفين صعب انه ياكل هذه الكميات كلها لانه ساعة صغير. دن كذا كانت نهاية حلقتنا، لا تنسوا تعطونا احلى لايك وش اشتراك وانشر مقطع كل مكان. يا سلام، كذا وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى عجبتكم الفكرة، وإن شاء الله بإذن الله إذا تبوا منا جزء ثاني المتابعين التيك توك يحددوا أكلنا، نحن جاهزين إن شاء الله، واللي ما شاف الاحتفالية 200,000 يروح يشوفها، وبكذا أقول لكم سلام. قبل ما أقفل، لا تنسوا تضيفوا سنابي وإنستغرامي والتيك توك تحت في صندوق الوصف، نوروني كلكم وربي تنوروني، حبايب قلبي، فمان الله. إيش حاب تقول للمتابعين؟ أقول لهم لايك اشتراك وجمعت كل بكم. يا سلام، ريسبكت. يلا مع السلامة متابعين. سلام.